السادية، مازوخية، وحتى الفساد التصوري وعقدة أوديب، هي كلها أمراض نفسية سمعنا فيها، بس هل يا ترى بتعرف شو سبب التسمية؟ خليك معنا لحتى تعرف شو هو السبب. مرحبا، في تداخل بين علم النفس والأدب، الاثنين بيتعاملوا مع البشر بردود أفعالهم ورغباتهم والبؤس اللي بيتعرضوا له، يعني بالنهاية السلوك البشري. وطبعاً دائماً في علاقة متلازمة ما بين الحالة النفسية للمبدع وما بين إنجازاته، مثل الكاتبة فيرجينيا وولف وألان إدغار بو وحتى إرنست هيمينغوي اللي كلهم انتهت حياتهم بالانتحار. لكن خلينا نبدأ الحديث عن بداية هاي العلاقة وكيف اكتشفت. أول شيء بديت مع الماركيز دي ساد، الكاتب الروائي الفرنسي واللي كان يكتب عن الهوس بالتعذيب الجسدي، واللي منعت رواياته من النشر وحتى انه انسجن وباخر حياته حطوه بمصح نفسي، لكنه جنن العالم والدنيا. ليش؟ لانه كان ببساطه يكتب رواياته من جوا المصح النفسي. كيف؟ كان يستخدم عظام وجبه الدجاج اللي كانت توصله وبدمه يكتب على ملاءات السرير كل رواياته ويعطيهم للممرضة وهي تهربهم لدور النشر. المفارقة كانت بأنه انتشرت هاي الروايات كالنار في الهشيم، والعالم كلها اتجهت لتقرأها بالسر وما قدروا أبداً يسيطروا عليه، وهي الروايات كانت كتير مثيرة للجدل واتهموا بالكفر بسببها، وهي التهمة كانت كتير تقيلة بهداك الوقت. تم إنجاز فيلم سينمائي عن حياته بعنوان كويلز، واللي بيحكي عن تصور افتراضي لنهايته الغامضة. فيما بعد إجا فرويد وكان عم يدرس هاي المشاكل النفسية وما قدر يعطيها أي اسم إلا السادية نسبة إلى المركز نيسات. وبالمناسبة في كتير أمراض نفسية تم نسبة لكتاب روائيين مثل الكاتب الروائي ليوبولد مازوخ، والمرض اسمه المازوخية. وإذا بدنا نرجع أكثر لورا كمان بالمسرحيات اليونانية القديمة في عقدة أوديب وعقدة إلكترا وكتير من الأمراض النفسية. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا هاي المعلومات كنتوا بتعرفوها قبل. لايك وشير وسبسكرايب وباي. درس المشاكل النفسية.